بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنكمل حديثنا عن سيدنا آدم وعلى خلق سيدنا آدم، وإحنا خلصنا الشريط الأولاني، إن دلوقتي ده الفيديو التاني. فقال تعالى: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وقال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. فطبعا خلق الإنسان أو خلق آدم كان في الجنة، وبعدين الجاعل يعني هينقله أو هيغير مكانه. ولذلك الجاعل ممكن يبقى خلق من عدم أو تغيير في وظيفة أو في مكان أو إضافة للمخلوق اللي اتخلق قبل كده. وهنا جاعل عشان الإنسان مش هيتخلق في الأرض، أو آدم مش هيتخلق في الأرض، آدم في الجنة وبعدين هيتنقل للأرض. فدي معناها. بعد كده بين لنا ان الخلق كله ازواجا، اللي يعني الاول الذكر وبعدين الانثى، وبعدين من الاثنين يبدأ تتكون السلسلة. فقال تعالى في ياسين: سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون. برضو في الزخرف: الذي خلق الازواج كلها وجعل لكم من الفلك والانعام ما تركبون. وفي الشعراء برضو نفس العملية: أنبتنا فيها من كل زوج كريم. وفي طه برضو: وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. وبعد كده برضو عندك سورة قاف: وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. والزاريات: خلق ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. برضو في سورة الأنبياء، لا سورة الأنبياء. طيب، فنيجي عند الخلق. قلنا الخلق نوعين: الخلق الأول اللي في الجنة، والسلالة تبقى في الأرض بالنسبة للإنسان. أما بالنسبة لباقي المخلوقات النوعين كانوا على الأرض، يعني برضو هيكون ذكور ويجوا منهم إناث، وبعدين تتكون سلسلة في باقي المخلوقات اللي في الأرض، ما عدا إبليس كان في الجنة والأنعام كانت في السماء زي ما قلنا. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فالناس بتعتقد ان السؤال هنا قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، ان ده سؤال. ولكن الاعتقاد ان ده سؤال هو تفسير خاطئ. ليه؟ لان الملائكة لا تسأل، فهي مسيرة. الملائكة مسيرة، ما تقدرش تسأل لان هي مسيرة وليست مخيرة. الملائكة نمرة واحد. نمرة اتنين: ان لا يجب ان حد يسأل رب العزة. فده الملائكة تسأل رب العزة، ده السؤال المفروض يبقى من الخالق للمخلوق وليس من المخلوق للخالق. دي نمرة اتنين. نمرة تلاتة: في آية بتقول لنا في سورة الأنبياء 23: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ده بتبين لك ان مفيش حد بيسأل ربنا. نمرة أربعة: والآية في سورة البقرة 186: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذ دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. دي سورة البقرة، في سورة البقرة الآية 186. وبعدين سمعنا برضو في الحديث: إن سألت فاسأل الله، وإذا أردت الدعاء وتحقيق طلب ما فاسأل الله هو المعطي وهو المجيب. المهم، فالدلالة على صحة الدعاء بصيغة السؤال والهمزة اللي هي الآية اللي احنا قلناها في أول الجزء الأولاني اللي قلنا عليها، اللي هو لما الآية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. طيب، في الآية نفسها بتنقسم إلى جزئين. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فبينهم واو، الواو دي هي قبل نحن نسبح ونقدس لك، ودي مش واو عطف. ليه؟ لأن واو العطف بتبقى بين حاجات متماثلة، يعني أو حاجات متشابهة متماثلة، حاجة زي كده، فكما يعتقد البعض. لكن هي دي واو اسمها واو البدل،
واو البدل هنا معناه ايه؟ معناه يا رب، بدلا من ان تجعله في الارض حيث السفك والقتل والفساد، وهي صفات، دي صفات مكانية للارض وليست لادم، عشان نكون فاهمين. وهي والفساد والقتل اي لسكان الارض فقط، طبعا هي صفات مكانية. يا رب اجعله معنا حيث نسبح بحمدك ونقدس لك، فيسبح معنا ونقدس معنا ويقدس معنا لك يا رب. وهذا تغيير لإيه؟ لصفات، انه بدل ما يروح الارض يقتل ويعمل ويسوي، هيفضل في هو وسلسلته هيفضل في الجنة عشان يقدس وإيه، ويبقى معانا بحيث تبقى نهايته كويسة. ده اللي هي الملائكة، لأن الملائكة خايفة عليه وعلى سلالته. ده بالنسبة لإيه، للواو، بنسميها واو إيه، واو البدل. وطبعا هم حكموا في الموضوع ده. قبل ما نقول على حكم في الموضوع ده، هنقول على حاجة أنا كنت سمعت في بعض القنوات الدينية من 6 7 سنين، وكمان سمعت شريط للشيخ محمد حسان جزاه الله خير، فوصف إن أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إيه سبب الكلام ده اللي قالته الملائكة؟ فحط هو 5 أسباب في الشريط للشيخ محمد حسان. فمن ضمن الأسباب، إحنا يهمنا 3 أسباب اللي هو علق عليهم واللي هو يهتم بيهم. أول سبب قال إيه؟ كيف عرفت الملائكة بأن آدم وذريته ستفسد في الأرض وهي لا تعلم الغيب؟ فكان الإجابات الخمسة اللي عددها الشيخ الجليل محمد حسان، منهم أول حاجة إيه؟ إن قال إن الملائكة علمت صفات هذا المخلوق حيث علمها الله، يعني ربنا علمهم صفات المخلوق اللي هينزل على الأرض. وده الرأي اللي واخد بيه الشيخ محمد حسان ومقتنع بيه. وأضاف كمان إن في رأي تاني برضو قريب للموضوع ده، قال إن القلم عندما خلقه الله قال له اكتب، فكتب كل شيء كائن أو يكون أو سيكون إلى يوم الدين، وهو مسجل في كرسي العرش، في كرسي العرش. وشاهد بعض الملائكة ما كتب فعلموا أن الخليفة سيفسد في الأرض. ده الرأي الثاني. الرأي الثالث برضو بتاعه، من قال بأن الجان أول من خلق على الأرض وكان بينهم الفساد والقتال، فشاهد الملائكة هذه الحالات ونسبوها إلى الإسرائيل، وهو نسبها إلى الإسرائيليات، يعني هو مش مقتنع بيها، بيقول لك دي موضوع إسرائيليات. لكن أنا في الرأيين حتى الأولانيين برضو مش مقتنع. ليه؟ لأن أنا بطبق على أي حاجة آية القرآن الكريم، الآية رقم 82 في سورة النساء، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يعني المفروض التفسير دلوقتي ده آية، إن ما يكونش فيه آيات متعارضة مع بعض، لا، برضو حتى التفسير يجب أن لا يكون إيه، في تعارض ما بين التفاسير لنفس الآية لما تكون في كذا صورة، يعني نفس الحادثة، المفروض إن التفسير يبقى واحد للكل. دي حاجة. وأنا اللي بقول برد عليهم على اللي قال عليه الشيخ محمد حسان. أول حاجة في الآية 29 سورة البقرة، قال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. فمعناه انه اول ما خلق الارض وخلق كل حاجة للانسان، وبعدين هيبدأ ينزل الانسان الارض، ففي الفترة دي مفيش حاجة على الارض الا لخدمة الانسان. مين اللي خدمة الانسان؟ كل حاجة، عدا مين؟ عدا الجان. فوجود الجان في الارض وخلقه في الارض دي من الآية 29 مفروض انه ايه، مش 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 حقيقة او ملغي بالآية 29. نمرة 2، انه كون الملائكة تلصصوا او شافوا على كرسي العرش مكتوب حاجات دي وكده وقروها ومن الكلام ده، وبدون وهم مسيرين، يعني ما يقدرش يقرا حتى يبص على حاجة الا لو امر بذلك، وبالتالي صفة التلصص مش موجودة في الملائكة. صفة التلصص موجودة في البشر، اللي هي التلصص والتجسس، وانك تسمع من وراء الحيطان جارك بيقول ايه ولا فلان بيقول ايه، فالحاجات دي ايه، وصفات غير حميدة دي في الإنسان معروفة. لكن في الجان برضو الجان زي الإنسان،
ليه؟ لأن في آية في القرآن بتقول لنا في سورة الجن: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. استمعوا إزاي؟ حطوا ودانهم على الحيطة واستمعوا، حطوا ودانهم في مكان معين واستمعوا الكلام اللي بيتقال. يعني هم ما بيكلمهمش، يعني اللي الكلام اللي سمعوه ده مش واحد موجهه للجن، لا هم سمعوا. فقالوا إنا سمعنا. إنا إيه؟ سمعنا، يعني برضو ما حدش قال لهم قرآنا عجبا. فده يبين إن الجن عندهم إيه؟ التصنت اللي هي في صفات البشر. فالجن والبشر لهم نفس الصفات، التجسس والتصنت والحاجات دي كلها. أما الملائكة ملهاش في المواضيع دي خالص، ومش من صفات الملائكة الحاجات دي. طيب الناحية التانية، إن لما ربنا رد عليهم في نفس الآية قال إني أعلم ما لا تعلمون، معناه إن هو معل إن سبحانه وتعالى معلمهمش عن اللي هيوديه الأرض ده، أو اللي هيعمله في الأرض، أو السلسلة اللي هتكون في الأرض، أخبرها إيه؟ ما ادهمش أي حاجة، بدليل إنه قال قال إني أعلم ما لا تعلمون، وهي إجابة لهم على إنهم ما يعرفوش الحقيقة، وما يعرفوش الحقيقة بتاعت صفات كون هذا اللي هيروح الأرض وهيعمل إيه وبتاع، ما يعرفوش أي حاجة عن الموضوع ده. وكل اللي يعرفوه إنهم هم شافوا الحيوانات بتضرب بعض تحت، النبات والحيوانات بتاكل النبات، والنبات معرفش ايه، والطيور بتاكل، والحيوانات تاكل الطيور، والطيور تاكل السمك، يعني كله بياكل وبيضرب، واللي بيتخانق واللي بيقتل، والحاجات دي كلها موجودة في الأرض. حتى النبات سبحان الله، ده في نبات اسمه الهلوك، عبارة عن يعني عبارة عامل زي الشريط زي الدبارة كده، وتلاقيه بيلف على الزيتون ولا على أي شجرة، وتلاقيه يمتص اللي فيها ويجففها وتموت، يعني برضو ده قتل كله. فدي الفكرة. لكن أنا بقول الفكرة إن هم شايفين القتل كله اللي في الأرض، لأن في الجنة النظر مشع، فشايفين القتل بين النبات والحيوانات والطيور والأسماك، كل ده بيقتل اللي ده بياكل التاني وزي كده، فشاف الحاجات دي كلها، فشاف الفساد والقتل من الكائنات التانية، مش شرط يكون بني آدم ولا أوجان. ولذلك حكموا على الموقع، لأن هنا الحكم بناء على إيه؟ على المكان، بناء على المكان. وفي شريط قبل كده قلت لكم الراجل اللي قتل 99، لما جه الراجل قال له كذا، المهم راح قتله، قال له روح لعلامة فلان، وراح للراجل فقال له اتنقل، روح الحتة الفلانية اللي فيها ايه ناس كويسين وناس كويس، وابعد عن أصدقاء السوء، وابعد عن المنطقة اللي كنت فيها. فالعلاقة الصفات دي بتكون بالمكان، فدي نقطة مهمة. طيب احنا لما نيجي يقول قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، هنلاقيها عبارة عن 3 جمل في بعضهم. الأولى قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها، قالوا أتجعل فيها، ودي جملة خطابية بلغة الخطاب لكنها استفهامية، وطالما استفهامية ومن مين؟ من المخلوق للخالق، يبقى دعاء. نمرة 2 من يفسد فيها ويسفك الدماء، دي جملة خبرية. نمرة 3 ونحن نسبح بحمدك نقدس لك، دي جملة بلغة الخطاب، والخطاب يكون من الخالق إلى الخلق بأمر، يعتبر أمر، لكن عندما يكون من المخلوقات إلى الخالق هو دعاء أو مناجاة أو تضرع لرب العالمين. وبدليل الآية 186 اللي في سورة البقرة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، اللي هي الآية 186. فأتجعل هي صح استفهام، لكن استفهام دعاء بصيغة الاستفهام. قلت الحجر: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حماء مسنون. وقال في سورة الصاد: قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. وفي سورة البقرة: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. فهنا الجاعل غير الخالق، خلق كله من العدم، اللي هو من الطين من بتاع حاجة يعني، لكن هنا لا، هنا هو نفس المخلوق هيغير له مكان في حتة تانية. قالوا أتجعل فيها، قلنا كل الوضع، وقلنا الملائكة طبعا ما الكلام اللي شرحنا بيه الآية دي. بعد كده احنا عندنا ايه؟ خلق آدم،
ايه اللي يثبت ان هو الخلق لازم يبقى ايه في الاول، الذكر او الراجل او حتى في الحيوانات، ان واحد بس، مش من ليه ما تكونش 5 3 2. فهنرجع لايات تانية في القرآن بتجبرنا على ان نقر ان الخلق بدأ بالمفرد. فاول حاجة قال تعالى: وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، يعني كله جاي ايه فردا واحد واحد، دي في سورة مريم 95. وقال تعالى: ولقد جئتمونا فرادى، يعني هتيجي فرادى اللي هو يوم البعث، كما خلقناكم اول مرة، زي ما اتخلقتوا اول مرة، وتركتم ما خولناكم، يعني وهتجونا سايبين كل حاجة، لا صداقة ولا معرفة ولا أبوة ولا حد تعتمد عليه، ولا حاجة بتعبدها، ولا جاه ولا سلطان ولا حاجة من دي. وما نرى معكم شفعاءكم، الناس اللي كنتوا بتتقربوا لهم في الحياة وانتوا في الدنيا عشان تسهل لكم أموركم ولا بتاع، ولا تروح لشيخ فلان وفي المقام ولا حاجة، تدي على أساس إنه يفك لك عقدتك ولا حاجة، أنت بتلجأ له. طب وأنت سايب ربنا، طبعا ده شرك. فالحاجات دي كلها انت مش هتلاقيها معاك في إيه؟ يوم الحساب. شفعاؤكم الذين زعمتم إنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم، تقطعت العلاقات بينك وبينهم، وضل عنكم ما كنتم تزعمون. واللي بتزعموه ده كله كان ايه؟ كله كلام ايه؟ مش مظبوط. والايات دي الايتين دول بيبين لك ان البعث سيكون فرادة، زي ما كان الخلق فرادة يبقى فعلا الخلق كان فرادة واحد واحد. فادم اجا، وبعدين جه مين؟ جت حواء. لكن كيف يكون البعث؟ هل هيكون صغير؟ هيكون كبير؟ هيكون كهل؟ اي واحد هيموت؟ يعني واحد مات على 100 هيبعث 100، واحد مات على 30 يبعث 30، فكيف يكون؟ فاحنا الحل في الموضوع ده ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان سألته واحدة عجوز عمرها 80 سنة، فقالت له: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني هل أنا هدخل الجنة؟ فقال لها لا. فهي طبعا زعلت، بس هو فهمه، هو كلام صادق. فقال لها: الجنة ما بتاخدش إلا شباب أو شابات. فزعلت هي، ففهمها إن كله هيبعث وهو شاب أو شابات، والشاب طبعا هيبعث بإيه؟ في سن الرجولة، سن الرجولة 40 سنة، والنساء هتبعث في سن 30 سنة. ده بالنسبة لحديث الرسول. الحاجة التانية إن برضو واحدة من زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام سألته: هل هنحشر عرايا يوم الحساب؟ طب وازاي احنا نكون عرايا وفي وسط الدنيا؟ فقال لها: ده اليوم مهول، محدش يفطى حتى يبص لحد تاني. ده رأي الرسول، ورأيه طبعا يحترم، بس انا الحديث ده انا ما دققتش فيه وما دورتش عليه عشان اشوف مصدره ايه يعني، بس انا سمعت حاجة زي كده في الحديث. المهم، وممكن يكون الله اعلم، ممكن يكون الحديث اساسا ما تقالش. المهم الفكرة ايه؟ ان لما نيجي احنا نتكلم على حاجة دي هنيجي لقصتنا في سيدنا ايه، في سيدنا ادم، وهننقل سيدنا ادم دلوقتي عن ايه، هننقل الكلام سيدنا ادم دلوقتي اللي هنتكلم فيه عن طريق الايات اللي نزلت في خلق ادم، وهنعرف احنا هنبعث ازاي. دي نقطة هنفهمها. فبالنسبة لل اول حاجة هنا نيجي اول حاجة: وقلنا يا ادم اسكن انت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما، دي سورة البقرة، ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها وقعهم في الغلط، فأخرجهما مما كان فيه، كان مستريحين في الجنة فهو هينطردوا من الجنة. ليه؟ وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. المهم دي في سورة البقرة. طيب نيجي في سورة الأعراف، قال إيه؟ شوف الامتحان الأولاني بتاع آدم، أنا قلت لكم إن آدم بتاع إبليس الأولاني سقط فيه والملحق سقط فيه، فإحنا نجيب الملحق. ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين فسقط في الامتحان. فقالوا الملحق قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟
يعني انا امرتك بانك تسجد، ايه اللي منعك؟ كان المفروض يقول يا رب تب عليا، يا رب كذا، يعني حاجة يقول لك حاجات من ايه. قلنا اول امتحان له انه ايه، انه الشيطان وسوس لادم وحرق زوجه او حرمه على اساس انه ياكلوا من الشجره، وان الشجره دي ربنا مش راضي يعني منعهم عنها، لان عشان ما يكونوش ملائكه او عشان ما يخلدوش في الجنه. وطبعا وحلف لهم قاسمهما، وقاسمهما يعني حلف بالقسم او اقسم لهم ان هو من الناصحين، وهم كلوا. وطبعا هو كان عارف ان اللي هياكلوا من الشجره هيظهر الحاجات المستخبيه. ولذلك الايه بتقول اللي بتقول ايه هنا في الايه، ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. يبقى هو كان عارف ان الشجرة دي لو اكلوا منها هتظهر سوآتهما، فهو عاوز يخلي سوآتهما تظهر. ليه سوآتهما تظهر؟ لان لو ظهرت السوآت بتاعتهم الاتنين معناه ان في افرازات هتظهر، معناه لازم يسيبوا الجنة. دي نقطة معينة، عشان هو مطرود فعشان ياخدهم معاه، فدي النقطة اللي هو بيدور عليها إبليس. ولذلك هم طبعا ما يعرفوش، بس هو زي لهم الكلام عشان من يعني ما تبوش، عشان تبقوا ملائكة، وعشان ما اعرفش ايه حاجات تانية حللها بطريقة أخرى. ولذلك أول ما كانوا هم فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. أخد حواء تدور على ورق الجنة، وآدم يدور على ورق من الجنة عريض، وكل واحد عاوز يغطي سوءته. وربنا عادي سألهم ساعتها، ناداهم وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، يعني أنا نهيتكم عن تلك الشجرة. ده الملحق. يما هو سقط، آدم سقط زي ما إبليس سقط في السجود، آدم سقط في الشجرة، 2-1. لكن في الملحة لما سأله ليه انت ما سجدتش، هو عاد اتغر وقال له انا كذا وهو كذا، فطير الملحق منه. لكن ادم في الملحق ايه ما طيروش، لانه اتعلم من ايه، من ابليس، ما شاف طارت الدنيا كلها منه. ولذلك هو اول ما سأله ربنا، سأله سبحانه وتعالى، فوناداهما ربهما الم انهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكم عدو، لكما عدو مبين، يعني أنا نهيتكم قلت لكم الشيطان ده عدو ليكم. على طول على طول، ما قال شيء حاجة تانية آدم، على طول الاتنين قال، الاتنين قال يعني آدم وحواء. قال ربنا، قال بالمثنى لم ألف، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. يا رب إن ما كنتش هتغفر لنا فإحنا هنكون من الخاسرين، وإحنا ظلمنا أنفسنا. لاحظ ان ادم ما بررش ده الشيطان جه وسوس لي وقال وقال لي كذا وده عمل كذا، الحاجات اللي هي احنا شايفينها في عصرنا البشري كله او في عالمنا البشري، كل واحد بيحاول يعلق شماعته على شماعة غيره. ودي لكن هو ما حصلش، ولو كان علق وجاب تبرير بتاع الشيطان كان هو ايه سقط في الامتحان. لكن هو الحمد لله انه ايه نجح في الامتحان الثاني اللي هو في الملحق. ولكن ايه، ولكن طيب السوءة ظهرت، فالافرازات هتطلع، البول والبراز والمني واللعاب والعرق والحاجات دي، طبعا دي نجاسات، النجاسات دي هتعمل للجنة، والجنة مش ارض نجاسات. فلذلك لازم على طول ينزلوا الى الارض. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الحين. بعضهم لبعض عدو، يعني آدم هيبقى ضد حواء، وحواء ضد الشيطان، والشيطان ضد آدم، وآدم وحواء ضد الشيطان، والشيطان وحواء ضد آدم، والشيطان وآدم ضد حواء، يعني الثلاثة كلهم، كل واحد ممكن واحد يتحابى مع واحد تاني ضد الثالث، أو الاثنين يتحابوا مثلا بالتبديل، يعني ده مرة وده مرة وده مرة، فكلها مشاكل يعني. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. تحيون يعني هتعيشوا حياتكم وبعدين هتموتوا وبعدين تخرجوا اللي هو يوم البعث اللي احنا بنقول فيه. طيب نيجي في سورة طه، قال ايه، قال لك ايه، واذ قلنا الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، يعني سقط أول امتحان. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك، ما هيخرجكم، ما تخلوش يطلعكم من الجنة.
وبعدين جاب لك في سورة طه مواصفات الجنة، أنك أن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، يعني لا بتتعرى ولا بتجوع. نمرة 2، وأنك لا تظمأ، ما بتعطش وما بتتعبش، ويعني قبل المواصفات، وغير أنه النظر مباح يعني. فوسوس إليه الشيطان قال له: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فأكل منها. هنا في طه قال لك أكل منها، فبدت لهما سوآتهما وطفق يخصفان عليه من ورق الجنة، وعصى آدم ربه فغوى، يعني سقط في الامتحان. ثم اجتباه ربه فتاب عليه. ربنا ما اجتباهوش إلا لما سأله في الأول، فقال له: أنا ظلمت نفسي، وهي قالت أنا ظلمت نفسي، فراح خلاص هو اجتباهم عشان يتوب عليهم، فتاب عليه وهدى. قال: هبط منها جميعا، وراح نزلهم. طيب بعد كده عندنا الزمر. احنا هنيجي دلوقتي على حاجات تانية. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها، نفس واحدة اللي هو آدم، وجعل منها زوجها اللي هي حواء، دي في الزمر 6. طيب في المؤمنون هنلاقي في حاجة تانية، هنلاقي إن آدم وحواء ليس إيه، لا ينطبق عليهم قول كلمة الإنسان. نشوف الآية: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، يعني الإنسان جه من سلالة من إيه، من طين. هتيجي تقول لي: ما آدم جه من طين. طيب ماشي. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، يبقى شرط أساسي إن الإنسان لازم يجي عن طريق الرحم، قرار مكين الرحم. ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا إلى آخره. فده معناه إن الإنسان مش إيه، آدم وحواء مش من الإنسان أولا، وثاني حاجة إنه من سلالة سلالة، وطالما سلالة آدم وحواء مش سلالة، ده هما بداية السلالة، فإيه فما لهمش علاقة، لأن هما نزلوا من الجنة أساسا عشان تبدأ تكون السلسلة. طيب في سورة الأعراف: هو الذي خلقكم من نفس واحدة اللي هو آدم، وجعل منها زوجها اللي هي حواء ليسكن إليها، ليسكن مين إليها؟ يسكن آدم إليها لحواء. فلما تغشاها، لما سكن يعني لما تجوزه، حملت حملا خفيفا فمرت به، وبعدين لما قربت تولد، فلما أثقلت يعني هتولد خلاص وبطنها نفخت وكده، دعوا الله ربهما لأن أتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. هنا كلمة صالحا الكل هيفكرها من الصلاح، يعني المولود اللي يجي زي سيدنا زكريا عاوز نبي، زي مثلا عاوز رسول ولا نبي يكون ابنه اللي هيجي، والناس بتدعي كده، أو راجل تقي أو حاجة زي كده. لكن في آدم وحواء لا طبعا، لأن هو ما فيش حد فاسد حواليهم عشان يقول لك أنا عاوز ده صالح. طب هو طالب صالحا ليه؟ لأن هو شايف القرد بتنطط، والنسناس والببغاء والحمار والحيوانات كلها بأشكالها، والأسد والتعبان والحاجات دي، ففكر إن مراته اللي هي حواء هتولد حد من اللي زي اللي حواليه، فهو خاف يجي حد من زي اللي حواليه، فقال عاوزه صالحا، صالحا يعني شكلي أو شكل إيه أو شكل أمه. ده هو قصده في كلمة صالحا في الأعراف، والله أعلم. قال تعالى: يا أيها الناس، هنا الناس، فإحنا قلنا الإنسان ملوش علاقة بآدم، آدم سلسلة إلى آدم حاجة اللي هو بشر، وإحنا بشر والآدم بشر، لكن إحنا كلنا إنسان، وإحنا كلنا ناس، لكن آدم لا إنسان ولا ناس. ليه؟ خد بالك من الآية دي: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، خلقناكم من إيه؟ من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ده خطاب لكل سلالة آدم، إنه يعني ما فيش فرق بين ده وده، الرك بالتقوى ومن المخافة من ربنا. لكن اللي بتدلل لك إن آدم مش من الناس الآية اللي هي في النساء الآية 6، الآية 1: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، نفس واحدة اللي هو إيه، اللي هو آدم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، فإذا كان هو النفس الواحدة من الناس ما تنفعش، لازم النفس تبقى حاجة والناس حاجة تانية، لأن الخطاب هنا للناس لكن مش للنفس الواحدة. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، يعني النفس الواحدة ملهاش علاقة بالناس، لكن الناس جاية من النفس الواحدة. وخلق منها زوجها، برضو الناس جاية من زوجها،
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اللي هو الناس. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يعني الناس كلهم جايين عن طريق الرحم، كلهم جايين عن ايه؟ عن طريق الرحم. فده الفكرة، وان حواء وآدم مش من الناس ولا انسان، لكن بشر، واحنا انسان وناس وفي نفس الوقت بشر وابناء آدم. خلاص، فدي كده دايما بتلاقي الآيات بتقول لك رجالا ونساء، رجالا ونساء. الرجال ده 40، والنساء اللي هي ايه؟ ال30. النساء اللي هي ال30. فدي حاجات عاوزين نقولها. الحاجة التانية في سورة التحريم، لما اتكلمت على نوح انا في الشريط اللي فات ده، فانا عاوز ابين حاجة، انا اللي هي الخيانة اللي على نوح، طبعا فسرتها بآية ال30، النساء اللي هي ال30. فدي حاجات عاوزين نقولها. الحاجة التانية في سورة التحريم، لما اتكلمت على نوح انا في الشريط اللي فات ده، فانا عاوز ابين حاجة، انا اللي هي الخيانة اللي على نوح، طبعا فسرتها بآية موجودة في اللي هو الولد، واللي هو قال له ابنك مش من اهلك وكده، الآية بتقول. لكن انا ببص برضو في الآية وانا بقراها النهاردة، لقيت فيها حاجة تانية جديدة وما خدتش بالي منها. ونشوف بس مع بعضينا، ودي مش محتاجة انك تبص حتى على اي صورة تانية. قال تعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا. يبقى المثل ده مضروب لمين؟ للذين كفروا. يبقى انت لما تيجي تضرب مثال للذين كفروا هتجيب كافرين، هتجيب مثال للطلبة هتجيب طالب، هتجيب مثال للحمير هتجيب حمار، هتجيب مثال معرفش للنبات هتجيب نبات. يعني فلازم المثال تجيبه من نفس الحاجة اللي جاي توعظهم فيها. فهنا ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. يبقى امرأة نوح كافرة وامرأة لوط كافرة، يعني مش مؤمنة برب نوح، والتانية مش مؤمنة برب لوط. دي نمرة واحد، ولا معترفين برسالاتهم. كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين، اللي هو نوح ولوط، فخانتهما. يبقى الخيانة هنا انهم ما اتبعوش ازواجهم، ما اتبعوش ازواجهم في الايمان، ولذلك هم يعتبروا خاينين، بس خاينين كفار لان ما اتبعوش ازواجهم في الايمان. دي الفكرة. فلم يغني عنهما من الله شيئا. دي بتبين لك ايه؟ يعني سواء انت كان ابوك ولا عمك ولا معرفش ايه، ولا رسول ولا نبي ولا حاجة تتحامى فيه، مش هينفعك. امرأة لوط وامرأة نوح الاتنين عندهم رسل، وفي بيت رسول برضه هيدخلوا النار. ليه؟ لان كل واحد ايه؟ بتحاسب على ذنبه، على ذنبه. فدي ايه بالنسبة لل اسمه ايه ده. الناحية التانية، انا طبعا جاتني تليفونات وجاتني تعليقات على ادم وعلى الشرط اللي فاتت. انا عاوز اقول حاجة. واحد بيقول لي انا ما بسمعش على الحاجات اللي انت بتقولها. ما هو انا ببص الحاجة، سورة النساء اللي هي الآية 82: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله، ومن عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الاختلاف دايما بتلاقيه في التفسير. الميزة في التفسير انك تجيبه بحيث ما يختلفش. يعني ايه؟ يعني مثلا عندنا سورة نوح، سورة نوح موجودة. نوح موجود في كم سورة؟ نوح موجود في 30 سورة في القرآن الكريم مذكور. ال30 سورة اللي ذاكرين نوح 156 آية. ال156 آية، لو انت في آية قلت نوح له ولاد وفي آية بتقول نوح ملوش ولاد، يبقى انت كده ايه؟ تفسيرك غلط. ولذلك مثلا احنا ابسط حاجة، احنا هنيجي لسورة نوح اللي هي اخر سورة، اللي هي الآية اخر سورة في اللي هي في سورة نوح، اخر سورة اللي هي في نوح. فين سيدنا نوح؟ هنشوفها بس ترتيبها فين. فهنلاقي اخر آية بيدعي. طيب بيدعي، لا بيدعي لمراته ولا بيدعي لاولاده ولا بيدعي لحد، امال بيدعي لمين؟ ما دي النقطة، وانت تشوفه بيدعي لمين. يعني طبعا اللي يهمه امرهم. الصفحة 570، 570، فنيجي هنا 570. هنا
وقال نوح: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، يعني ما تخليش أي حد نهائي على الأرض. طيب، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. طيب، الآية 28 قال إيه في سورة نوح؟ رب اغفر لي ولوالدي. للمعلوم إن والدي الاتنين ماتوا قبل الطوفان، بس كانوا مأمنين بيه، هو بيدعي لهم رب اغفر لي ولوالدي، لأن دعوته هو من عمر 40 سنة لغاية ما وصل 950 سنة، وهو يعني حوالي 1000 سنة، 990 سنة وصل عمره وهو بيدعي، فهم ماتوا وهم عارفين رسالته ومؤمنين بيه، وزيك بيدعي لهم وربنا قابل دعوته فيها. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي. من دخل بيتي الناس اللي آمنت بيه، مش قرايبه، دول بره قرايبه. يبقى لا قال لك ايه ولادي، ولا قال لك مراتي. ولمن دخل بيتي مؤمنا، مؤمنا، وللمؤمنين والمؤمنات، والمؤمنين والمؤمنات اللي قبلي واللي بعدي، ولا تزد الظالمين الا تبارك. يعني فدي الايه واضحه ان نوح لوحده، ان نوح في المركب لوحده، لكن اللي معاه مؤمنين، ما لهمش علاقه بايه، بنوح، هم لهم علاقه باهل الايمان مع نوح، يعتبر اهل نوح اللي هم أهل الإيمان وليس أهله. لكن لما تيجي في لوط، أو هنتكلم عن امرأة لوط، هتلاقي الوضع يختلف، إن أهل لوط هم آل لوط، لأن ما آمنش بيه إلا البنتين الاتنين، إلا آل لوط، آل لوط إلا امرأته، يعني هم كانوا في البيت أربعة، لوط ومراته والبنتين، اللي آمنوا بيه الاتنين البنات، والأم ما آمنتش. فتلاقي 9 آيات ذكروا امرأة لوط، كل آية تقول لك إلا امرأته، كانت من الغابرين، كانت معرفش إيه، ده امرأة لوط. يعني معناه اللي فضل مين؟ نوح والبنتين. طب هم اللي مأمنين، فأصبح آل زي أهل. ولذلك في سورة في لوط جاب آل لوط وجاب أهل لوط، يبقى الأهل هم آل. في نوح ما جابش آل نوح، لأن ما فيش آل، ده أبوه وأمه ميتين قبل الطوفان، والواد غرق في البحر في الماء في الطوفان، ومراته غرقت في الطوفان، مراته قعدت 950 سنة. طب صبر عليها وهي كفرة؟ صبر عليها وهي كفرة، مش رسول. يعني دي حاجة. الحاجة التانية، يعني في واحد سألني على نوح والبخرة والمطر ومعرفش ايه وحاجات من دي، فأنا قلت له والله أنا ليا كتاب كذا وكذا وكذا، يعني اللي هو بتاع سيدنا نوح، اللي هو أكذوبة العم سام، وتلاقي فيه الحاجات دي أنا كتبها. أنا مش كل حاجة بكتبها في الكتاب بقولها، يعني برضو في أي حاجات في الكتاب هتطلع غير اللي بقوله، مش مختلفة، لا هي نفس العملية، بس في إضافات تانية في الكتاب موجودة، لأن مش كل حاجة. أنا لو عاوز أقرأ لك من الكتاب أو أقول لك اللي في الكتاب، الكتاب بتاع نوح 400 ورقة، يعني عاوز لي حوالي 40 فيديو مثلا، يعني عشان أتكلم بس في نوح لوحده، وطبعا مش معقولة يعني. فدي الفكرة. فلكن احنا لما نيجي بعد ما نخلص هذا ونيجي لنوح، هنتكلم في الطوفان والحاجات دي بالتفصيل، ويعني حسب الأسئلة اللي بتجيني. الناحية التالتة، ان اي واحد بيسألني على الماسنجر ولا الواتس ولا حاجة، ولا مبدع ده اعجاب بالكلام ده، طب ما تدخل انت على القناة واشترك، ما يجي لك كل جديد احسن لك، لان برضو في وقت من الاوقات هتلاقيني مش هشير حاجة على الفيس ولا على الواتس ولا على الماسنجر، برضو زي ما عملت في التعليمي، تعليمي قلت مش هشير، وبعدت برضو اسبوع اسبوعين، وانا رغم اني قلت ادي برضو مهلة عشان الناس اللي مش عارفة، وبعدين بطلت وصرت بس على قد اليوتيوب، جم اتنين جم تلاتة مش مشكلة، اللي عاوز ان بيجي واللي مش عاوز مش عاوزني براحته، اللي العملية مش موضوع كبار، واليوتيوب ده سوق مفتوح، اللي يعجبك روح له. فدي الفكرة يعني. والواحد يعني اهو، يعني بالنسبة لي انا هتلاقي كل جديد. فاحنا في الشريط ده دلوقتي انا بقول لك ادم وحرمه، هم لا هم انسان ولا هم من الناس، لان الانسان والناس مش سلسلة، وهما الاتنين مش من السلسلة، هم بداية السلسلة، فما يعتبروش سلسلة، والسلسلة لازم يدخل عن طريق الرحم، عشان يبقى سلسلة لازم عن طريق ايه، الرحم، لازم يدخل جوه الرحم ويتولد، دي السلسلة. فدي نقطة مهمة. إلى هنا واكتفي بهذا القدر، وإلى اللقاء في شريط قادم برضو في سيدنا آدم
نكمل حديثنا عن سيدنا آدم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل سنة وأنتم طيبين، والسلام عليكم.